ساعتان من الزمن كانت مدة الاجتماع حسب مصادر خاصة لقناة 218، زيارة غير معلنة للقيادة العسكرية الأمريكية أفريكوم إلى سرت اجتمعت فيها مع عميد البلدية مختار المعدني. الزيارة كانت لمناقشة تشكيل غرفة عمليات لمطاردة بقايا فلول تنظيم داعش في مدينة سرت وما جاورها بعد يوم من الهجوم الإرهابي الغادر لعناصر داعش على بلدة الفقهة. الأفريكوم التي ساهمت بشكل كبير في تحرير مدينة سرت عبر ضرباتها الجوية التي وجهتها الطائرات الأمريكية في استهداف أفراد وتحركات داعش ما زالت تتخوف من تلك العناصر التي تتحرك بالقرب من المدينة المحررة مؤخرا من إرهابي داعش والذي سيضرب متى سنحت له الفرصة. وبالعودة إلى هذه الزيارة غير المعلنة، فإن التخمينات كثيرة حول ما إذا كانت هذه الزيارة أمنية بالدرجة الأولى أم لاستغلال مطار سرت لانطلاق العمليات الجوية للأفريكوم عبره. بعد الكشف عن معلومات تفيد بوجود قاعدة عسكرية سرية في بلدة داركو جمال شرق النيجر نفذت من خلالها غارات على مناطق في ليبيا.